هل يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج بعد أن يطوف ويسعى سعي العمرة، وبعد أن يتحلل من العمرة يأتي بسعي الحج؟ لا، لا يجوز هذا. المتمتع يسعى بعد طواف القدوم، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، ولا يقدم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم السعي على الطواف. ما عهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعي على الطواف إلا بعد طواف القدوم كما مر بكم، بعد طواف القدوم، لأنه طواف مشروع فيجوز السعي بعده. أما تقديمه في غير هذه الحالة فلا يجوز، وإن أفتى به من أفتى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان عليه الحج، لو كان السعي جائزا قبل الطواف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به عائشة لما حاضت، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولم يروى أنها سعت قبل الطواف، لم يرد هذا، ولو كان هذا جائزا لأمرها أن تسعى قبل الطواف. نعم.